ازيكم بنوتتي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهارده عن ازاي تعدي اول مقابله ما بينك وما بين عريسك، خاصه لو كان جواز صالونات، يعني انتوا اول مره هتشوفوا بعض. هقولك تلبسي ايه، تتكلمي ازاي، تتصرفي ازاي، تحطي ميك اب ايه، تتعاملي معاه ازاي، بحيث ان انت تجيبي رجله من اولها، من اول قعده، من اول نظره حبيبتي وانت داخله عليه الدخله كده، خلاص يقول لي يا عم جوزهاني. عايزه تعرفي ازاي تعملي كده بخطوات سهله وبسيطه، مفيش اسهل من كده. تابعي الفيديو ده وركزي في الكلام اللي هيتقال ده، عشان احنا دلوقتي بنحدد مصير ناس، يعني احنا كده بنحدد مستقبل الناس هيكون عامل ازاي في القعده دي. فركزي في كل كلمه هتتقال يا ماما، وانا اهو واحده جايه لكم من المستقبل متجوزه، وهقول لكم على الميك اب اللي حطيته يومها، لبستي ايه، اتصرفت ازاي مع عريسي، بحيث ان هو ما شاء الله يعني الموضوع تم في خلال شهور. في خلال شهور كان خلاص الموضوع خلصان. اول سؤال بيلعب في دماغك في الوقت ده، احط ميك اب ولا اطلع بطبيعتي، ولا احط ميك اب خفيف، ولا اتصرف ازاي؟ حاله زي كده انت لازم تحطي فول ميك اب، داري يا ماما عيوب البشره، احنا دلوقتي بنقول عايزين نجيب رجل العريس، فانت لازم طبعا تحطي فول ميك اب. الحاجه الثانيه، البس ايه؟ تلبسي سواريه، انت مش واخده بالك بالقطعه اللي انا لابساها، جايباكم القطعه السواريه اللي عندي حبيبتي، احنا فرح وزيطه وهيصه وعريس جاي لك وانت عروسه، فطبيعي ان انت هتلبسي اجمد قطع عندك سواريه. ممكن تنزلي على فكره تشتري فستان مخصوص للمناسبه دي، نشتري كده قطعه سواريه تكون جاهزه عندك لاي عريس يجي، فاهماني؟ لان ممكن وارد جدا ما يتمش النصيب من اول مره، فممكن يجي لك ناس ثانيه، فتبقى ايه القطعه دي معروفه في دلابك، دي بتاعه العرسين. الحاجه الثالثه والاهم، سيبك من كل اللي فات ده، كان مجرد شكل وكماليات، والمظاهر خداعه اصلا، الراجل برده جاي يدور على الشخصيه، يطلع البني ادمه اللي جواكي هيتعامل معاكي ازاي وكده، فاهم حاجه تتصرفي ازاي معاه. طبعا تقعدي منتهى الثقه بنفسك، منتهى الغرور، مداخيلك يا ماما في السما، تتصرفي على غير طبيعتك خالص، يعني لو انت طبيعتك هاديه خليكي مهايبره، عشان ايه تجيبي رجله برده ما يقولش ايه البت دي قاعده كده، دي هتقرفني بقى. تحاولي ان انت تتكلمي عن حاجات انت اصلا ما تعرفيش عنها اي حاجه، يعني تكلمي عن ان انت مثلا ايه طموحاتك، ان انت تطلعي القمر، وانت عادي نفسك بس تنجحي تعدي في الثانويه العامه. احنا دلوقتي عاملين فوكس عشان نجيب رجل العريس، انت عارفه العرسان دلوقتي شح في السوق، فاحنا لازم اللي يجي لنا نقفش فيه بقى، ما يخرجش من تحت ايدينا غير واحنا ايدينا في ايديه. حبيبتي فهمي، انا عايزه مصلحتك، احنا كل ده بنجيب رجل الراجل. جه تركزي كده في الخطوات 1 2 3، تكتبيهم، تحفظيهم، تصميهم، تنفذيهم في اليوم ده، واعتبري الجوازه تمت والف مبروك. دلوقتي بقى سريعا هوريكم استنبط الميك اب لوك اللي لازم يتعمل اول ما عريس يجيلك، خطوات سهله وبسيطه هتطلعي بيهم زي القمر، وهتلاقي العرسان كده بقى امم، يعني ما حصلش نصيب مع ده في غيره. يلا بقى نعمل الميك اب اللي انا عملته ساعه ما عريس جالي عشان يبقى شكلك زي القمر، ولا هنعمل كونتور ولا الحاجات دي خالص، احنا يا دوب هنوحد لون البشره ونخفي العيوب ونبرز الملامح بس كده، بسيطه. انتوا عارفين ان الرجاله طبعا بتحب البنات والستات البيضة، فاحنا يا بنات هنفتح نفسنا بالفاونديشن عادي، ما فيهاش حاجه، مش هيجرى اي حاجه خالص. شايفين فاتح ازاي؟ خلينا ننور، هنور دلوقتي. فول كفرج ده هيخفي لك بقى الهالات السوداء والهالات البيضة وكل حاجه، كل حاجه عايز تخفيها هتتخفي، ولا تحتاجي كونسيلر ولا اي حاجه، هو الفاونديشن هنشطب بيه الوش كله. اهو شكلي باين ان انا حاطه حاجه كانها بشرتي، مش ممكن على الجمال، مش ممكن. الرجاله بتحب البياض، نركز هما بيحبوا ايه ونعمله. حبه بلاشر بقى يوردوا لنا خدودنا، نبين الاهتمام بالبشره يا جماعه. اضحكي كده هيبان لك كوره هنا، حطي عليها اهي بقى، في اسهل من كده؟ حبه على المناخير، يا خلوتي يا خلوتي. اهم حاجه التوزيع، مش مهم تحطي قد ايه، المهم ان انت توزعيه صح. كفايه ولا زود؟ بس انا برضو عايزه يبان شكلي طبيعي، مش عايزه افور، فاهمين وجهه نظري ايه؟ مش هتعبك ولا هقولك ترسمي اي لاينر ولا الكلام ده، بس يعني خط بس فوق الرموش عشان نكثفهم شويه. الحواجب يا جماعه عشان تليق، تليق مع اللي احنا عاملينه، اي لون بني في الدنيا عندك ارسمي بيه، ونمشي على الشيب بتاع الحواجب، يعني ما نحاولش ان احنا نأفور، حواجبك زي ما هي، الراجل بيحب الواحدة من حواجبها. لو حواجبك تمام هتلاقيه بيحبك قوي. والمناخير برضو نحط عليها حبة هايلايت بس كده عشان نظهرها، الراجل بيحب الواحدة من مناخيرها برضو. لو مناخيرك صغنونة كده ومسمسمة هيحبك، لو حاشة مناخيرك في كل حاجة هيكرهك وهيكره اليوم اللي شافك فيه. مسكرة بلاش منها بقى، بتوقع الرموش. خلينا نختم بس باخر حاجة الروج، لانه طبعا
اللون المعتمد في اليوم ده هو الاحمر، احمر كده احمر. العلاط يما العلاط، انت عروسه. اهم حاجه في وشك شفايفك، صح؟ نكبر بقى فيها على قد ما نقدر، نحدد الشفايف وبعدين نملى الفراغات. ركزي يا امي في الشفايف، هيفضل باصص عليها طول القعده. كبرت بالشفايف بشكل ناتشرال وطبيعي، محدش ياخد باله ابدا. بصوا بقى، دي بقى الخطوة اللي جاية، دي تركية مني ليكي هدية كده في اليوم ده عشان تباني ان انتي قمر. هتجيبي اي قلم كحل اسود عندك، اي قلم اسود، ونحط بقى طابع الحسن. اصل طابع الحسن ده مهم، خدوا بالكم. فهنحط بقى حسنة، حسنة هنا كده فوق الشفايف، بتدل قد ايه انتي جميلة وقد ايه انتي كيوت. فنحط حسنة هنا يا جماعة. اجدعها عريس هيدوب فيك. شايفين قد ايه شكلي؟ بصراحه انا معجبه بنفسي قوي، مش متخيله ان انا قدرت اعمل حاجه بالفينش ده، مش ممكن، مش معقول. طبعا كالعاده بهزر. دلوقتي هنتكلم في الجد. اول حاجه، تحطي ميك اب ولا ما تحطيش؟ ما تشغليش دماغك بالحاجات دي لانه مش شرط. يعني اقول لك حطي ميك اب مثلا واخدعي الراجل واقعدي زوقي في نفسك، توتري بس حاجه خفيفه، اوكي؟ يعني عروسه ومن حقك ان انت تظهري جمالك وكل حاجه، بس يفضل في اول قعده دي بالذات يشوفك على طبيعتك، مش بس في شكلك، في كل حاجه، في تصرفاتك وفي لبسك. يعني بالنسبه مثلا نقطه اللبس دي، البس ايه؟ تلبسي لبسك العادي جدا من غير اي تكليف، من غير اي حاجه زياده، كانك مثلا نازله خارجه، لان هو لازم يشوفك بلبسك على طبيعتك. يعني انت بتلبسي ايه؟ بتلبسي بنطلونات، بتلبسي عليها حاجات قصيره ولا طويله، بتلبسي دريسات وجيبه على طول، بتلبسي الخمار وبتطوليه، ما تغيريش اي حاجه في ستايلك قدامه، لان الراجل دلوقتي جاي يتعرف عليكي وعلى شخصيتك وعلى طباعك وعلى استنبط حياتك او روتين حياتك ماشي ازاي. فانا لما هخدعه، مش يعني مش هنسميها خداع، انا دلوقتي بقول ان انا عروسه ومن حقي بقى ان انا احط ميك اب كده خفيف عشان العريس اللي جاي، من حقي ان انا البس حاجه كويسه، من حقي ان انا اتكلم بشكل معين. طيب لما احنا كل الحاجات دي عمالين نغير فيها، طب امتى هيشوفك على طبيعتك؟ عايزه اقولك ان افضل الجوازات لما يبقى شايفك على طبيعتك خالص. طبعا لو عريس جايلك اكيد الوضع مختلف، انت هتبقي بتظبطي في نفسك، بتظبطه في البيت، بتستعدي عشان تستقبله ضيف، هو في النهايه ضيف. لكن عارفين اللي هو انت نازله مثلا بالشبشب بنص ترنج على نص تاني ملوش اي علاقه بيه، بالطرحه عاملاها كده، ونازله تجيبي حاجه من السوبر ماركت، فتلاقي بقى ايه العرسان بقى طوابير تحت، كله بقى بيشوفك كده في البهدله. طب يا جماعه انا بنزل كتير متشيكه والله، ما حدش بيشوفني ليه؟ فمش عايزاكوا تضيفوا خالص، ولا في شكلكوا ولا في لبسكوا. عايز تحطي حاجه حطي حاجه فريحي، بس انا ما بفضلش في الاول. انت اصلا لسه بنوته وصغيره، فاللي هو يعني هتحطي ميك اب ليه؟ يعني انت كفايه عليكي الحلاوه الطبيعيه اللي ربنا مديها لك، يعني ولا بقى عيون بشره ولا الكلام ده خالص. فيفضل ان انت لا ما تحطيش، وتلبسي لبسك العادي جدا، لبس يعني تمام، لبس طقم شيك عندك، اوكي البسيه، بس يبقى ستايلك العادي. قبل ما اقول لك تقولي ايه وما تقوليش ايه، عايزه اقول على حاجه مهمه جدا، وهي انه احنا ليه اصلا بنتقفل من قعده زي كده؟ يعني احنا ليه كبنات ما بنحبش نقعد قعدة جواز الصالونات دي، وده دكتور وده عنده شقة وعربية وده كويس، ولا كأننا سامعين الهواء مش عايز، ما بلاش، مش عايزة اتجوز، انا قاعدة لكم بقى، مش عايزة اقعد معاه، ويفضلوا يخصبوا علينا لحد ما نقعد معاهم. احنا ليه اصلا بنتقفل من القعدة دي؟ لانه للأسف اللي منتشر واللي بنسمعه من اللي حوالينا، ان واحدة مثلا قعدت مع كذا عريس، فكل واحد يجي بقى ايه يطلع عقده عليها، يحسسها ان هو جاي يعني مش محتاج لها. حبيبتي احتياجك ليه ان انت عايزة يبقى في عريس وتروحي بيتك وتستقري وتبقي عروسة زي القمر ان شاء الله، نفس بالظبط احتياجه ليكي ان هو عايز يكون بيت واسرة، فده وضع عادي وطبيعي ومشروع وما فيهاش مشكلة. المشكلة بقى بتبقى في العقليات اللي جاية نفسها، يعني هو بيبقى لسه سايب بقى بيت اهله ومامته وباباه اللي مدلعينه حبيبي والنغة والمعلقة في بقك، فبيجي بقى قدام العروسة البنت اللي قدامه دي يحسسها ان هي نكرة، ان هو جاي يتفضل عليها، جاي يعين البضاعة ويشوفها. الكلام ده ما يمشيش. لو شخص محترم هيبقى قاعد باحترامه، بيتكلم باحترامه، وداخل عليكي بحاجه في ايده، عشان الموضوع ده كان بيفرق معايا جدا، لان انا قبل كده يا بص بقى الجرأه والخنقه وصلت بيا لايه، ان انا سالت واحد انت ازاي تدخل عليا كده، يعني انت جبت لنا طبق حلويات وانت داخل؟ عارفين يعني بصوا انا حركته ازاي، والسؤال قد ايه محرج، وانا غلطانه طبعا. ما ينفعش حد يبقى ضيف عندنا في البيت واعمل معاه كده ايا كان هو ايه، هو في بيتنا برده فتحت رحمتنا، يعني ممكن اقول له امشي اطلع بره.
فما ينفعش الواحد يتجاوز مع ضيف عامه بشكل عام سواء عريس او مش عريس. بس الادهى بقى ان الرد بتاعه افحمني، يعني الرد بتاعه خرسني خالص. قال لي ايه؟ اصلا رحت العرايس كتير وكل مره كنت بكلف نفسي وادخل عليهم بطبق الحلويات وفي النهايه الموضوع ما بيتمش، فانا قلت بعد كده لما الموضوع يتم ابقى ادخل عليهم بالطبق بقى. فاللي هو يعني انت جاي تتفرج كده ببلاش، يعني مش طامر فيك الجاتوه اللي دافعين وصارفين عليه، البيبسي طيب، العصاير اللي عماله نازله جايه، ولا كانك قاعد في كافيتيريا؟ فيعني على الاقل انت مش داخل على عروسه المفروض تكبر بخاطرها كده بطبق الحلويات ولا علبه الشوكولاته ولا اي حاجه، لا يعني انت كمان هتضايف وهتقعد اعتبر نفسك داخل على اي حد، يعني اي حد من قرايبك من معارفك. الدنيا كلها فيها ناس وعادي ان احنا نجيب حاجات لبعض، لان طبيعي هيتقدم لك حاجات وانت عندنا وكلفنا وصرفنا، فابسط حقوق العروس عليك ان انت تقدرها حتى لو بحاجة بسيطة زي كده. لا هو قال لي انه يعني لما الموضوع يتم يبقى يجيب. فده طبعا اكس من قبل ما نتكلم، خلاص خلصت. واحد جاي بالمبدأ ده جاي عشان يتفرج وعامل حسابه ان الموضوع احتمال كبير ما يتمش، فقشطه انا مقدرة ظروف الشباب ومقدرة انه مش بيستاهل ان هو يفضل كل ما يطلع عند عروسة يجيب طبق ومش عارفة ايه. بس شايفين في ناس تفكيرها وصل لايه؟ يعني حتى طب طبق ب50 جنيه مش هيفرق معاك، علبة شوكولاتة، ازازتين بيبسي، طيب اي حاجة اي حاجة. لا هو المبدأ والفكر كده. ففي رجالة محترمين وفي بتبقى انا بعتبرهم عيال، يعني انا بعتبرهم لسه عيال صغيرة مش رجالة كده ينفع الواحد ياخد ويدي معاهم ويتكلم معاهم ويتعامل معاهم. فانتي لو من البداية رفضك ان انتي تقعدي مع عريس عشان بينك وبين نفسك حاسة ان هو جاي يقيمك وجاي يتنطط عليكي، فاللي يتنطط عليكي اتنططي عليه وعلى اللي يتشدد له وقعدي حاطة رجل على رجل وكلميه من فوق، ولما يتكلم اقطمي معاه في الكلام، ولا تشغلي دماغك ولا كأن اي حاجة حصلت، ولا تدي له اهتمام، ولا مسموح لحد اصلا ان هو يتكلم معاكي باسلوب ما يعجبكيش. حبيبي جاي بقى من عند مامته فنافش ريشه علينا بقى وفاكر نفسه راجل واجمد رجالة وسبع رجالة ببعض وتلاتين راجل في بعض. لا الرجولة مش بكده خالص، الرجولة بالهدوء وانه يكون رزين كده وواثق في نفسه ويقدر ان هو مثلا البنت دي ممكن لسه بنوتة، فطبيعي ان هي تكون مكسوفة ان هو في بيتهم، فالموضوع احراج. فواحد محترم ومقدر الكلام ده نشيله على راسنا من فوق. واحد جاي يقل ادبه ونقل منه عادي وبالذوق برضه ونطفشه ونكمل حياتنا عادي ولا كأن جرى اي حاجة. اهم حاجة انا عايزاكي تركزي عليها قبل اي سلام وقبل اي كلام، القبول. القبول ده من عند ربنا. في ناس تبقى كويسه جدا وناس كويسه جدا، بس زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده، فما يتعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. فممكن شخصين يكونوا كويسين جدا بس ما يقدروش يعيشوا مع بعض، ما يقدروش يتفاهموا مع بعض. فاهم حاجه القبول. وارد جدا ان انا اشوف اول مره واحد ما بقاش طايقاه وبتاع، وبعد كده بسبب تصرفاته وطباعه اقبله واحبه واحب شكله واتقبله وكل حاجه. بس في ناس فعلا من اول قعده نو ده انا مش قابلاه ولا هقدر اعيش معاه، ومفيش اي حاجه تخصبك ان انت تقبلي حد انت مش عايزاه. طيب بعد ما القعده تفك كده شويه، ولو القعده ما فكتش ولقيتي مش عارفه اتكلم هقول لك تعملي ايه برده في الموقف ده. بس لو حسيتي ان انت عايزه تسالي على حاجات اسالي. طب اسال على ايه؟ بصي يا بنات، ما ينفعش حد يقيم لحد هو المفروض يحب في شخص تاني ايه. انا دلوقتي واحده بالنسبه لي السجاير دي استحاله اكون مع واحد بيشرب سجاير، استحاله اقبله من البدايه. حتى لو قال لي هبطلها، حتى لو بشرب خفيف، انا واحنا عندي حساسيه ما بستحملش ريحه السجاير، ما بطيقهاش، ما بحبش منظرهم وهم بيشربوا سجاير. ربنا يعافي كل الناس ويهدينا ويهديهم، بس انا بالنسبه لي ده مبدا مرفوض. انت بقى ايه اكتر حاجه شغله دماغك؟ ايه اكتر حاجه عايزه تعرفيها منه؟ عايزه تعرفيها بالنسبه لك او بالنسبه له؟ مثلا هو طبيعه شغله ايه؟ مواعيده ايه؟ مواعيده مثلا بينزل من 9 الصبح ما بيرجعش غير 9 بالليل، وانت هتقدري تستحملي اليوم ده كله من غيره؟ او مثلا ان هو شغله بيشتغل يومين في الاسبوع وبقيه الاسبوع قاعد جنبك، ففي حاجات تخصه هتبتدي تسالي فيها، وفي حاجات تخصك انت. انت مع شغل الست او ان الواحده مثلا ممكن تكون متجوزه ومخلفه وبرده تنزل تشتغل. انا واحده كل لبسي جيب وحاجات طويله ودريسات، بس حته النقاب بصراحه انا ما اقدرش البس النقاب. تساليه هو ناوي مراته اللي هياخدها دي يلبسها النقاب ولا ايه؟ لان قبل كده واحد قعد معايا بيقول لي، بقول لا انا ما يعني متخيلتش بصراحه ان انا البس النقاب. قال لي اختك ومامتك لابسين. قلت له هما، انا حاجه تانية، انا مش في دماغي بصراحه ان انا البسه، وفي دماغي جدا ان انا اشتغل بعد الجواز. مش هقدر بصراحه افضل كل حياتي قاعده في البيت ما بين اربع حيطان وما بين الاولاد وما بين شغل البيت وجوزي وكده وحياتي انتهت.
انا لازم اشتغل، انا واحده معايا كورسات كتير وتعلمت كتير وعندي حاجات عايزه اقدمها، فانا لازم اشتغل. عارفين بقى كان رد واحد فيهم ايه؟ قال لي لا 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 لا، الكلام ده ما يمشيش معايا، هتقعدي في البيت وهتلبسي النقاب كده بصباعه ده كده، هتقعدي في البيت وهتلبسي النقاب. عارفين اللي جايين يتنططوا، اللي هو جايب واحده جاريه بقى عبده من العبيد هيمشيها على مزاجه وتعمل كل حاجه على مزاجه. فما ينفعش ان انت يكون دماغك في الشغل ويجي يقول لك ان هو عايز مراته تكون ما بتشتغلش وانت تعدي الموضوع وتسكتي. لازم توضحي موقفك، لانه الاتفاق من البدايه 1 2 3 عشان يوم ما يخلف يبقى لك حق ان انت تاخدي موقف، لكن انت ما وضحتيش طموحاتك واهدافك ورغباتك من الاول ما تجيش تلومي عليه. واخدك واحده بتشتغلي او واحده عايزه تشتغل حتى بعد ما تتجوز يقبلك على كده، مش هيقبلك خلاص يدور على واحده مناسبه ليه، تكون واحده بيتوتيه كل حياتها في المطبخ، مفيش مشكله ده نصيب عادي. فاهم حاجه تسالي على الحاجات، القواعد الاساسيه والمبادئ اللي بالنسبه لك او بالنسبه له، الحاجات دي انت عايزه تعرفيها، لانه بناء عليها هيتحدد هتكملي معاه ولا مش هتكملي. ما ينفعش ان انا اتهاون في حاجه واعدي الموضوع، ده بيبقى نصيب، ده بتبقى حاجه تانية. لو خلاص بقى انا حابه الشخص تمام وقابلاه بعيوبه، فلو ممكن اتغاضى عن حاجات، بس في حاجات الواحد فعلا ما بيعرفش يتغاضى عنها، زي اتكلم في ايه وما اتكلمش في ايه. اتكلم في الحاجات اللي انا بحبها واللي عايزه اعملها، ما اقعدش اجيب في مواضيع انا ما عنديش اي خلفيه بس عشان ابان ان انا حد جامده. اقعد بقى انا نفسي اخترع في الجيولوجيا كوكب يضم الكواكب الاخرى من حواليه ويصب في بوتقة الحرية، وشغل اللمبي ده اللي هو ايه، بحري في اي حاجة اي رغي وخلاص. كلمي على الحاجة اللي انت بتحبيها، يعني ما يكونش اصلا دماغك في ازاي تجيبي لبستيك لونج لاستنج لون الكشمير الحلو ده من غير ما يشقق على شفايفك وتروحي تكلميه في الجيولوجيا. ما ينفعش تكلمي عن حاجه انت ما بتحبهاش. انت لو اهتمامك بالتفاصيل الصغيره بالحاجات التافهه بالديكور باي حاجه في الدنيا ايا كانت ايه، بالخروج والفسح والتنطيط، عرفي ده، عرفي ان دي شخصيتك، ان انت بتحبي تعملي ده، وهو هياخدك على كده بدماغك الهبه دي يا مش هياخدك. لكن ما تزيفيش وتجملي عشان الموضوع يعدي، هيقف بعد كده لما يجي يصطدم بقى بالشخص للنهار، دي دماغها غير اللي كانت بتتكلم عنها خالص، هتلاقيه مش قبلك والموضوع هيفشكل على طول. كلمي عن اهدافك، عن طموحاتك، عن الحاجات اللي انت عايزه تعمليها، لان خدوا بالكم برده مهما كنت واثقه في نفسك جدا برده بتفضل القعده دي بالذات فيها نوع من التوتر والقلق والكسوف. فعشان تكسري الكسوف ده حاولي ان انت تتكلمي عن نفسك وعن الحاجات اللي انت بتحبيها وبتحبي تعمليها، ده هيخليكي تسترسلي في الكلام وتخشي في مود انت خلاص بقى عقلك في دماغك وعماله تجمعي الافكار اللي انت عايزه تقوليها، مش مركزه في ان القعده دي والموقف ده والتوتر والضغط وده عريس ولازم اثبت ان انا احسن حد في الدنيا والكلام ده. ده هيخليكي توتري اكتر ومش عارفه تتعاملي وتتصرفي. لكن مجرد ما تتكلمي في حاجات انت عارفاها واخده خبره فيها، مجال دراستك، كورس اخدتيه، حاجه اتعلمتيها من مكان نزلتي فيه، ايا كان هو ايه، اتكلمي عن الحاجات دي. طيب بفرض بقى ان في واحد جاي لك ابن حلال كده ووسيم ومحترم وبيصلي وفي حاجات كتير حلوه، يعني في مميزات كتير حلوه، بس هو بمناسبه القعده والخجل والتوتر والكسوف مش عارف يتكلم معاكي، مش عارف يبدا كلام، مش عارف يفتح مواضيع، انا اعمل ايه؟ احاول انا بقى ايه اسيطر على القعده، اساله عن شغله، الرجاله بتحب تتكلم جدا عن شغلها، عن طموحاته واهدافه، واشوفه هو بني ادم طموح ولا لا، بيخطط للمستقبل ولا تقليدي وعايز يفضل في وظيفه الحكومه الثابته اللي بمرتب بياخده اخر كل شهر، ايه بالظبط؟ عن يومه ماشي ازاي؟ عامه الحاجات اللي هو بيعرف يعملها والحاجات اللي انجز فيها كراجل هتلاقيه بيتكلم عنها والكلام هيجيب بعض، يعني هو تلاقيه بقى وانت بتحبي ايه؟ وانت عملت ايه؟ فهتبتدي انت كمان بالتالي تتكلمي عن نفسك. فحاول ان انت اديله بس هلب كده، يعني هو سؤال هتلاقيه جاب لك اللي عنده، رص كل اللي عنده على طول. دي كانت كل حاجه انا عايزه اقولها لكم النهارده، يا رب اكون قدرت اجاوب على اسئله بتيجي كتير في ذهن البنات عن جواز الصالونات او القعده دي تتم ازاي. بس في النهايه خليني اقول لكم على حاجه مهمه جدا 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 تاخدوا بالكم منها، ان الكلام حاجه والواقع والتطبيق والحياه الزوجيه والعيشه
والتعامل مع الشخص حاجة تانية خالص. فالكلام بيفضل كلام، مع العشرة بتبتدي الطباع بتاعت الشخص اللي قدامي تظهر، بس الكلام بيديكي شكل مبدئي كده للشخص اللي قدامك، لطباعه ولشخصيته، الحاجات اللي هو بيحبها، الحاجات اللي هو ما بيحبهاش. في النهاية بقى لما بتبتدي تقربي منه ممكن تكتشفي حاجات تانية خالص، ممكن تكتشفي حاجات تكون احلى او اسوأ، ممكن تكتشفي ان كل اللي فات ده كان مجرد كلام ما فيش اي حاجة منه بتتنفذ، يقولك انا مش عصبي، وتلاقيه من اقل حاجة مثلا اتنرفز. بس عامة فكرة القعدة والكلام دي هي خطوة اساسية عشان تبتدي تعرفي الشخص اللي قدامك. دي كانت كل حاجة لفيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجة جديدة، وربنا يتمم بألف خير لكل عرايس، ويرزق كل بناتنا بعريس كده يكون راجل ومحترم، وتعيشي معاه أحلى أيام في الأيام اللي جاية إن شاء الله. بشكركم جدا جدا، لو عندكم أي سؤال أو أي تعليق أي إضافة سيبولي تحت في التعليقات، وشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. باي.